والله ما عيدوا بالله العظيم، كنعرفهم انا عندهم عائلات ما عيدوش، سدوا عليهم بابهم ودعوا الله يفاجئ عليهم. هاد العام كاين الحولي موجود ماشي مشكل، خير موجود تبارك الله. انا خديت ب 2400 درهم حولي مزيان اجا البركه، وكاين 3000 درهم 2500 درهم حتى الجيب ديالك، هذوك الله يهديهم. اش الله يهديهم هذوك، ما اش نقول لك، هو ما عمرها وقعت هذيك الواقعه في الدار البيضاء هذيك، واللي ما عياش راه غيعاود يوجدوا، كاين الناس اللي غيتعاونوا. حنا دابا بالنسبه لنا حنا خدينا شي وحدين في الولفه تعاونوا وخدينا المحوال. الاسعار ديال الغنم دابا شويه طالعه، ولكن ما عرفناش باش بحال داك العام، داك العام الناس تكرفسوا فلوسهم وهذاك الشيء وما لقاوش لا مليح لا والو، وهذا عام ترجعوا الخير ان شاء الله. كلشي كيعيط، كذب عليك كذاب، كلشي كيعيط، كلشي كيعيط، اللي ما عندوش كيعيط واللي عنده كيعيط. هذيك الفوضى والسرقه اللي وقعت داك العام في دار الرحبه ديال الالفه، داك الشيء راه ما بغى الله ربي لا عبده، حشومه عيب، ولكن راه خذوا الجزاء ديالو. خويا اش الاسعار ديال العيد؟ هذاك العام اخويا كان شويه الغنم طالعه والناس مسكين اللي ما عندوش، ربي اللي عالم به. هذاك العام حولي ديال 60000 كيبيعوا لك ب 90000، حولي ديال 40000 كيبيعوا لك ب 70000، زايده 30000 ولا زايده 40000، واحد اخر مسكين 30000 ولا 40000 يقدر يعطي لواحد اخر يعيد بها، يقدر يشتري بها عطريه، يقدر يشتري بها اللوازم اللي غيحتاج نهار العيد الاضحى ان شاء الله. هذا ارتفاع من الاسعار كيبان لي على الكسابه، تما الله يحسن عوانهم مساكن تما الله اللي عالم بهم. هذاك العيد اللي فات ما كانت لا الشتا لا والو، الحمد لله على كل حال، ربي حنا كيرحمنا، سوا كانت الشتا ما كانتش الشتا كيرحمنا الله. مساكن ما عندهم الشتا هما زادوا في الثمن، متفقين معاهم، ولكن هذا العام راه صبات الشتا الحمد لله، كاين الخير كاين كل شيء، ما يحاولوش يزيدوا عندنا كما ذاك العام، حيت هذا العام هذا ربي عطاهم الخير اللي كانوا كيبكيو عليه وكانوا كيترجاو وكيصليو عليه وكيقولوا يا ربي تعطينا الشتا، ربي ارحمنا وسمع الطلب ديالنا ونزل لينا الشتا. والخيرات الحمد لله موجودة هذا العام، الربيع كبر مني وكبر منك اخويا وكبر من المواطنين، ودابا غيقول لنا حنايا لا حولي زيد فيه 10000 ولا حولي زيد فيه 14000، راه حشومه. كاين مسكين اللي ما عندوش، كاين ربي اللي عالم به. دابا كاين عائله باستطاعتها تشري حولي ب 100000، كاين عائله باستطاعتها تشري حولي ب 7000 درهم، حيت ربي ما مش ربي ما عاطيه، هو مسكين ما عندوش، الحاله هكاك، الله بغى يشوفه بحال هكاك. الأشمينة ديال أي عيد سواء كان الغنم طالعة كتكون الأشمينة، كانت الغنم هابطة كتكون الأشمينة، على حسب السوق. حنا كتكون حنا ديما فيكس 160 ريال الفاخر، باينة هادي 160 ريال الفاخر، 160 ريال الفاخر، ما يمكنش غيزيد بالفرانك، ما يمكنش غادي يدير 12 درهم، ما يمكنش غيدير 14 درهم. اش غنقول لك، على حسب ما كنسمع على الأجواء دابا اللي كاينين في السوق، ما باش ليا كاع المواطنين يعيدوا، وعاوتاني مع دخل هذه الأزمة ديال كورونا 3 شهور، كاين ربي اللي على عام دابا، ودابا حنا طالعين في عامين، كاين كلشي واقف، الاقتصاد واقف، كلشي واقف، بنادم ما عندوش. دابا تسول اي مول حانوت تقول لي خويا عطيني 100، تصرف لي 100 درهم، يقول لك والله ما عندي، هو حال من 8 الصباح حتى 11 الليل، يقول لك والله ما عندي صرف 100 درهم. الحقيقه ادير كنقول لك اخر كلمه، يا ربي ترحمنا وتشوف فينا، وكنطلب من هاد المسؤولين هادو يشوفوا في هاد الناس الضعافه، كنطلب من هاد الناس اللي عندهم يزكيو شويه من دوكم اللي عندهم، حسن ما يمشيو حتى الاخر ولاو مسكين من الحمى. خويا راه داك العام راه دوزنا بداك الشيء اللي قسم الله، وهاد العام هذا راه ما خلاونا ما نقولوا، ما خلاوناش حتى العقل نفكروا في حولي، نسينا هاد التفكير ديال حولي كاع، الغلا بزاف. الحولي اللي ديال كنسولوا قدو قداش صغيور يسوى 24000، يسوى 24000 كيقول لك 50000 80000 70000، درويس باش يعيد، واللي عنده 30000 وباغي يشري بها حولي وباغي يشري دوزان وباغي يفرح ولادو شنو غايدير؟ يمشي يجيب كريدي، شكون غيعتقو في هاد العواش؟ من كورونا وهي مأزمة. هذيك اخويا داك الشيء اللي وقع راه بنادم وصلت فيه العظم باش دار داك الشيء، واش بنادم كتسولو على حولي كيقول لك 80000 هو في راس مالو 30000 40000 وعنده 5 د النفوس في الدار، والله ما عيدوا بالله العظيم، كنعرفهم انا عندهم عائلات ما عيدوش، سدوا عليهم بابهم ودعوا الله يفاجئ عليهم. نقدر نقول لك هذا العام هذا يقدر نسبة اكثر من ذاك العام اللي داز اللي ما يعيدش هذا العام، على ود هذا الغلا اللي واقع دابا. مقارنة ذاك العام وهذا العام اللي فات، هذاك العام كانوا الكسابة كانوا لقاو الرحبات بزاف موجودين في الولفة، يعني كيلقى شي تيرا شي خلا يمكن اللي يبيع ويشري فيه. اما هذا العام هذا حيت وقعت سرقه ديك العام اللي فات، كانوا كسابه مساكن داو لهم الغنم ديالهم،
ودابا هاد العام اتفقوا طروا بانهم يكريو كراجات، يعني بغا يكري كراج بثمن غالي شويه. بالنسبه لبنادم بغا ياخذ حوالي مثلا ب 2000 درهم غيتقام عليه 3000 درهم، بغا ياخذ حوالي 3000 درهم غياخذ 4000 درهم، يعني ما كاينينش رحبات هاد العام هذا. يعني كاين مقازات، كاين محلات، ولا عندهم شي محل كاري الكساب غالي، يعني مكذب الكساب هو ما كراش يبيع حوالي مثلا ب 2000 درهم وخصو يضطر يبيعو ب 3000 درهم باش الله يخرج المحل، غيكري ب 7000 درهم 8000 درهم 9000 درهم ويعطي 9000 درهم، ومن المحل في الاخر كيقول لك خصك تعطيني حولي ديالك، هذا ما كان. بالنسبه للمواطنين ما نكذبش عليك اخويا، راه كاين اللي عنده كاين اللي ما عندوش. انا مؤخرا كنت شفت واحد القناه قال لك المغرب نقص في الفقر 3%، انا اكتشفت دابا الفقر تزاد بزاف في جائحه كورونا. الناس حموا واحد رايح من الخدمه، مساكن هذوك اللي في المقاهي السيرفورا اللي في الشانشيات، بزاف بزاف الناس اللي رايحوا مساكن اللي ما عندهمش لا سينيسيس لا ميتيل، واللي ما رسميش في شركات سيكيريتيات جراو عليه من بلاد كيخدم 6 شهور كيجراو عليه باش مي زعما ما يجدش مع كونترا. الناس دراو شو واكل العصا، شي درويش واكل العصا في المغرب كامل، يكذب عليك كذاب. ما اختلقش شي محسن وشي واحد كيتعاون معاه، محسن هما اللي كيتعاونوا مع الناس.